احنا في البداية حابين انه نعرف معنى العمل في نظام قانون العمل. طيب انا ان شاء الله بحاول انه اكون خفيف وبسيط وما اعقد المسائل ويكون اسلوبنا بسيط فيها. العمل هو اي مجهود بيبذله شخص مقابل اجر، سواء كان بعقد عمل مكتوب او عقد غير مكتوب. ده المعنى المبسط. ده المعنى المبسط جدا بدون ما نخش في تفاصيل وذكر تعاريف ومواد وكذا. جميل جميل. طيب بالنسبة لي يعني في مصطلح للراتب الشامل والراتب الأساسي. طيب في إشكالية كبيرة بيعاني منها ناس كتار، يعني بأنه يفرقوا بين الراتب أساسي وراتب شامل. أنا في الحقيقة عندي حاجة قد تكون مفاجأة، إنه ما في حاجة في نظام العمل اسمها راتب شامل. في راتب فعلي أو اسمه أجر فعلي وأجر أساسي، ده اللي عرفه نظام العمل بصفة نصية. يعني عشان أنا ما أقول بعد كده، بس دي حاجة بقت عرفية كده، إنه ده راتب شامل بيشمل شنو وكده. الراتب الأجر اللي عرفه نظام العمل السعودي المطبق، إنه الأجر الأساسي هو الأجر أو مقابل ما يستلمه العامل مقابل الجهد اللي بذله، مضافا اليه العلاوات. والعلاوات دي طبعا بتختلف اختلاف توتالي او اختلاف شامل عن البدل، لانه البدلات فيها بدل سكن، بدل مواصلات، غيره. الاجر الفعلي اللي هو ده المقصود في نظام العمل السعودي، الاجر الفعلي بيساوي الاجر الاساسي اللي هو اللي فيه العلاوات اللي قلناها دي، اضافه لها البدلات كلها اللي هي قد تكون بدل السكن، بدل المواصلات بدون تعرف، بالاضافه للنسب المئويه من الارباح حقت المبيعات أو العمولات اللي بياخذها العامل، دي اسمها الأجر الفعلي. والإشارة للأجر في نظام العمل في أي مكان هيكون قاصدين معناها الأجر الفعلي، اللي هو بلغة بسيطة هو المعروف، يعني إنه هو الأجر الشامل. يعني معناه الأجر الشامل هو الأجر الفعلي أو هو الأجر في نظام العمل. التفصيل اللي فيه نوع من الوظيفية، إنه ده أجر أساسي، أجر كده عشان يحسب به مثلا القسط اللي بتحصل منه التامينات الاجتماعية.